السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي متابعاتي. فيديو اليوم سوف يهم أكثر شيء المخطوبات المقبلات على الزواج، لأنه سوف نتناول فيه 10 أخطاء تجنبيها أثناء فترة الخطوبة قد تدمر حياتك وقد تكون سبب في تعاستك لا سمح الله. لذلك كل المنى الذي سوف أتمناه اليوم أنكم تتفاعلوا مع الموضوع وأنكم تشاركوني بأراءكم بتجاربكم بانتقاداتكم لتعم الفائدة، وإن شفتوا أن هذا الفيديو ممكن يكون مهم أو ممكن يفيد غيرك أكيد أسمح بأنكم تشاركوا في كل وسائل التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة. أولا، لا تسألي عن ماضي خطيبك. لا أقصد هنا أنه لا تسألي عن خطيبك قبل الموافقة عليه، أكيد ومن المتعارف عليه أنه سوف تسألوا عنه، عن عائلته، عن سلوكه، عن أخلاقه. ما أقصده هنا هو أنه لا تسألي عن حياته السابقة أو عن ماضيه، لأن حياتك معه تبدأ من لحظة موافقتك عليه. مثلا أنك تسأليه هل كانت في فتاة قبلك يعني، أو هل كان خاطب قبلك، أو هل كان يحب فتاة أخرى قبلك، أو عن فترة المراهقة وما ممكن تكون تتضمن من تفاصيل، لأنه مهما حبيتي أنه تعرفي تلك التفاصيل ولو فضولا ولو كنت تمتلكين قدر واسع وكبير من التفهم أو التفتح، ممكن معرفة أي جزئية ولو كانت بسيطة قد توقف علاقتك به مستقبلا، أو قد تكون سبب في حدوث خلافات بينك وبينه. لذلك التجنب مثل هذه الأسئلة أحسن. ثانيا، لا تجعلي حياتك وحياة عائلتك كتابا مفتوح. وهنا حبيت أنه أتكلم عن هذه النقطة بصفة عامة، لأنه نحن البشر نختلف وكل أسرة عن أسرة تختلف، ولكل عائلة أسرار وظروف ومشاكل مرت أو تمر بها. ممكن أنت كفتاة بحسن نية ثقتك ومحبتك في خطيبك تسردين أو تحكين كل ما جرى في بيتك، أو ممكن تفاصيل أو مشاكل أو حتى ماضيك بما فيه من تفاصيل ممكن هو يعتبرها عيوب. إن كان خطيبك كريم أكيد قد يقدر لك ذلك، لكن إن كان لئيم صدقيني أول شجار أو خلاف بينك وبينه سواء كان في فترة الخطوبة أو حتى بعد الزواج ولو بعد 10 سنين يبقى يتذكر ذلك الأرشيف الذي قدمتيه له في طبق من فضة، وتصبح فضفضتك ليها أنذاك شتائم لك ولعائلتك. حينها فقط راح تندمي ندم عظيم، وإن كنت جزائري أكيد سوف يتبادر في ذهنك المثل المأثور والمعروف، الفم المزموم ما تدخل ذبانة. ثالثا، الوعود. أنا وأنا وراح تشوفي وراح يكون وراح تعيشي و و و. بما أني أنا أنثى مثلك أكيد راح أتحيز لك وأختصر عليك الطريق من الآن وقل لك لا تصدقي كل هذه الوعود ولا تحلمي بتلك القصور أو القصر الذي بناه لك. هو فعلا بناه لك لكن من الرمل. لا أتهم هنا الخاطب بالكذب، أو ممكن لأنه مثل ما معروف عنا الخطاب رطاب، لكن ممكن فيما بعد هو كان ناوي على تلك الوعود أو يحققها، أو ممكن ناوي عيشك تلك الحياة ومتمنيها لك، لكن الظروف جدا سوف تكون ممكن حائل بين أنه يحقق تلك الأماني أو الوعود اللي وعدك بها. خاصة أنا أعذر كل شاب عربي خاصة في هذا الوقت لنا في كل ظروف أصبحت جدا صعبة بالنسبة له، وأنا ألتمس له كل العذر. حتى أنت كذلك حبيبتي لا تعيديه بحياة أو ممكن بأشياء أنت فيما بعد لن تقدرين على تحقيقها، لأنه أنت كذلك سوف تتغير ممكن الظروف المحيطة بك أو حتى يعني تصورك للأشياء، لأنه الزواج فيما بعد سيكون مسؤولية بقدر كبير ما ممكن أنك تتصوريه. لذلك تجنبي مثل هذه الوعود أحسن، ودعي الوقت والزمن أو سوف يكتشفك أكيد خطيبك، وممكن سوف تعدك الأيام بحياة أفضل مما كنت تريدين أن تعده بها. رابعا، فترة الخطوبة. كلكم تعرفوا أنه فترة الخطوبة هي فرصة ليتعرف كل من الخطيب على خطيبته والعكس صحيح، لكن بغض النظر عن كل ما ممكن تكون اختلافات في آرائنا حول هذه الجزئية، لكن أنا عن نفسي نصيحتي أنه حاولوا كل الجهد أنه تبقى فترة الخطوبة قصيرة جدا،
على الأقل بالوقت اللي ممكن أنكم تحضروا فيه أو تجهزوا فيه أنفسكم لغير. لأنه في نقطتين حبيت نتكلم عليهم هنا. النقطة الأولى أنه فترة الخطوبة صدقوني لا تعتبر كافية مهما طالت أو قصرت لمعرفة الشخص الآخر، لأن الحياة بعد الزواج هي حقيقة. أحسن أنه تخلي الأيام القادمة هي اللي ممكن تخليكم تتأقلموا مع بعض أكثر. ممكن ما توافقونيش في هذا الرأي، لكن أنا من منطلق تجربتي أتكلم على هذه النقطة وألح عليها، لأنه فترة الخطوبة كذلك إن طالت صدقوني راح تكثر في مشاكل بينك وبينه، تكثر في عراقيل، تكثر في يعني ظروف أخرى تتغير، ممكن حتى يعني أشخاص يدخلوا في حياتكم، وحتى ممكن القيل والقال. لذلك نصيحتي أنه لا تطيلوا فترة الخطوبة مهما كانت. خامسا، خطيبي مرآتي. حبيبتي، ليس من الضروري أنه يكون بينك وبين الخاطب نقاط تشابه، سواء في تفكيرك، في مواهبك، في أطباعك وغير ذلك، لأنه صح نقاط الاشتراك قد تكون سبب أو ممكن تقربكما من بعض أكثر فأكثر، لكن ليست بالضرورة تكون سبب نجاح زواجكما، لأن التساوي حد ذاته قد يولد التنافر والعكس صحيح. والشيء اللي أريد أن أتكلم عنه في هذا الصدد بالذات، لا داعي لأن تطمسي شخصيتك أو أن تقول بها بما يتمنى خطيبك فيك. خليك دائما على طبيعتك، لأنه ممكن وأنت في محاولة أنك تتقول بالشخصية اللي يحلم أنه يكون أو تكوني عليها أنت، قد تفقدين شخصيتك الحقيقية وقد تفشلين في كسب تلك الشخصية التي يتمناها خطيبك. لذلك أنصحك أن تبقي على طبيعتك، لأنه من المعروف أنه كل منا عنده عيوب وكل منا عنده مزايا، لكن لا يمنع ذلك من أنه تكتسبي مهارات جديدة، أنه تضيفي لحياتك ممكن سلوكات جديدة أو تزيلي ممكن سلوكات كانت أنت مزعجة بالنسبة لك أو تكون سلبية، لا لشيء سوى أنك ترضي أنت عن نفسك، لأنه هذا الرضا سوف يعطيك ثقة أكثر في نفسك وسوف يثير إعجاب الطرف الآخر أكثر فأكثر. سادسا، الخطيب بين الاهتمام والإهمال. الاهتمام الزايد أو الإهمال الزايد هي نظرية، أو تحقيق التكافؤ هنا أمر جدا صعب. أحسن شيء أنصحك به هو الوسط، دائما خليك في الوسط. ياما شفنا خطيبة أو خطيب يسألون بشكل مستمر، وحتى يعني لدرجة يصبح الأمر خانق وممل للطرف الآخر، خاصة في وقتنا هذا لم يبقى فقط وجود الهاتف بينهما، مع أنه أنا صراحة الهاتف أصبح واقع لكن ممكن يكون سبب في مشاكل كثيرة. يوجد أكيد وسائل تواصل أخرى بينكما، دائما وإن كنت حبيتي تبقي على تواصل أو الطرف الآخر يبقى على تواصل معك، دائما احترموا الطرف الآخر، احترموا شخصيته، احترموا وقته، احترموا عمله، احترموا دراسته، حتى يعني تكون تخصوا وقت معين. والمهم أنه يكون ليس بالوقت الطويل، يعني لا تتحدثوا لساعات، لأنه ذلك الحديث صدقوني لا يجر ما يمكن أنه يكون إيجابي بقدر ما يجر ما هو أسوأ. حتى يعني الإهمال الزائد كذلك أنا لا أنصح به. صدقوني الشخص ذلك الشخص سواء كان خاطب نظرتك ليه أو نظرة أنت نظرتك لذلك الخاطب، مرات يكون الإهمال عدم السؤال، يعني تفوتي مناسبات، تفوتي يعني السؤال عن أهله عنه هو، يكون سبب في أنه يحدث القطيعة، لأنه ذلك الشخص ممكن يقول هذا الإنسان ما محلي من الأعراب في حياته. دائما خلوكم في إطار المعقول أحسن شيء. سابعا، خطيبك وأعز صديقة. دائما تذكري هذه النصيحة، لا تفتحي المجال لخطيبك أن يتدخل في علاقتك مع صديقتك العزيزة، ولا تخلي صديقتك المقربة أن تدخل في علاقتك مع خطيبك. كوني أنت الفيصل وكوني أنت الذكية دائما. يا مناس للأسف بمجرد أن تلك الفتاة تنخطب تقطع علاقتها مباشرة بأعز صديقة أو بصديقة العمر. ممكن لنفترض أنه قد تخاف من غيرتها، أو ممكن بأمر من خطيبها يأمرها أنه تقطع علاقتها بصديقتها، أو حتى أنه يهمها أنه لازم يكون هو الصديق وهو كل شيء في حياتها. هذا الأمر كذلك لا أريد أن تفعلوا مثل هذا الموقف. دائما يا حبيباتي أنكم تذكروا أنكم تكونوا أنتم أذكياء وتكونوا أنتم الفيصل.
مثلا كوني أنت ذكية، لا تحكي عن علاقتك بخطيبك أمام صديقتك، ممكن نحكي على سطحيات لكن لا تحكي التفاصيل ولا تعوديها منذ البداية على ذلك. مع الوقت، مع مرور ممكن الظروف، المواقف، إما أنه تفهم نفسها أو إما أنه حتى هي تنسى هذا الأمر نهائيا. هذا الشيء اللي حبيت نقولكم، لأنه من فترة ليست بالقصيرة سمعت قصة في وسائل التواصل الاجتماعي عن فتاة تقول أنه للأسف خطيب صديقتي المقربة فسخ خطبتها منها لأنه أحبني أنا وأراد أن يخطبني أنا، وبالفعل حدث ذلك. وتقول أنه السبب الأول والأخير كان أنه صديقتها المقربة كانت دائما تحكي له عن مزاياها وعن مآثرها وتحكي عن صديقتها حتى جملتها في عينه، وأصبح ينظر إليها أحسن ما ينظر إلى خطيبته الأساسية. لذلك أترك لكم التفكير حذاري من هذا الموقف في الذات.